الخبر واللي عدنا عن سارة يوب وتسريبات المحادثات النورمار ومحمد مار اللي اعلنوا من خلالها انه يارمار رسميا طلعت من فريق نورمار وبعد ما راح ترجع. ولكن بالنسبه للقمرمر يا حبايب قالوا انه الا الان الخبر ما تم مؤكد اذا هي حتطلع او لا، هم نفسهم يعرفون كل هذه الاثباتات والدلائل نزلت سارة يوب، راح اعطيكم رابط الوصف اتمنى من الكل يشوف المقطع. والمفروض ان قمرمار اليوم تطلع بستوريات على حسب كلامهم متوضح شنو اللي قاعد يصير وراح تطلع او لا. فريتسون حبايب نشتركم قناه سارة بس وصل لها 100,000 مشترك راح اطلع وجهي. اما بالنسبه للثاني شيء يا حبايب فيا رمار صدمه العالم كله انه هل ممكن تنضم الفريق وسام تيكت. فبعد ما بالبدايه سويت فولو لحساب ماريانا اللي هي احد اعضاء فريق نابولي، نزلت على حسبها بالانستغرام شويه ستوريات كانوا بيها ماريانا وكانوا ثلاثهم قاعدين كلهم مبسوطين كانوا قاعدين يحكون ويا بعض. وبعدها نزلت شويه ستوريات ثانيه وهذه الستوريات دتها من خلال انه هي سوت مقابله ويا لايف ستيج. لا تنسوكم بالايام الجايه على قناه لايف ستيج راح احطكم ستوريات تشوفوها. متابعينا مثل ما وعدتكم اني خبركم منو هو ضيفنا للحلقة الاستثنائية يلي صورناها. آيا شو رأيك نخبرهم؟ يعني بعد طول انتظار وطلبات مستمرة لاستضافة هاي الصبية واخيرا صورنا، صورت معهم حلقة كتير حلوة، خليكم مستنينا بالموعد اللي هنا دائما بنزلوا فيه وبس. وهي هون معنا ميريانا، طبعا ميريانا غريب اجت لتدعمني لقلي انا اكيد لبيت دعوة الله فكتير مبسوطة معك انا. اهلا وسهلا فيكي ميريانا. اما بالنسبه لقمر مار يا حبايب فصرت حطه بسبب الانستغرام سيف ذا ايراك بيبل اللي هو انقذ الشباب العراق، فالله ينصرهم يا رب حاليا قاعد يصير مظاهرات شويه بالعراق، فتنسون يا حبايب ندعو لهم ان الله ينصرهم. هل تتوقع ان يا رب راح تتضحك نور مار بالمقابله اللي سوتها ويا لايف ستيج؟ كل هالشيء طبعا حبايب راح نقول لكم اياها بقناتي، فاتمنى تقدرون التعب والايام اللي قاعده منتج لكم اياها. وفعليا ما قاعد استراح ابدا كله قاعد مونتاج، فحبايب اتمنى نوصل 450,000 مشترك تشتركوا بالقناه كلكم. وبصراحه حبايب نصات مقطع اللي تسون مقطع ساره بالوصف اتمنى بالكل يروح يشوفه ونوصلها 100,000 قناه بسرعه وقت. وبس جايكم فايز زي ما قالت من القصص، مع السلامه.